مرحبا، بدي أخبركم عن قصص كتير مهمة. أولاً أنه أنا من شهر تقريباً بلشت أعمل ليزر بالبيت. اللي بهمنا اليوم وصلكم يا هو الروتين يلي عم بعمله لجسمي كرمال لضلني محافظة على رطوبته، على نقاوة البشرة. فخليكن معي لأنه هيدا الروتين أنتو كمان تستفيدوا منه برمضان. بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تكبسوا على الجرس لكل فيديو جديد لإلي ينزل عندكم. بدي أخبركن شيء، ياسمينة هلأ عم تحتفل مع براون على مرور 100 سنة عيد براون. فالموضوع كله ليه بهمنا؟ لأنه بالفيديوهات يلي جاية أنتوا بدكم تحضرون، لأنه بفيديو من الفيديوهات رح يكون فيه مثل giveaway، وأنا بهمنا أنه حدا منكم أنتوا يكون عم يربح هيدا giveaway. فخلوا هيدا السر بيني وبينكم، كتير بهمنا أعرف مين ربح، بعتولي مسج لأنبسط أنا وياكم. أنا نقيت هيدا الماشين من براون يلي هي سيلك اكسبرت برو 5. أوكي، هيدي يلي مخليتني أنا أكون قاعدة بالبيت وعم بعمل ليزر من دون ما أروح ولا محل، وهيدي هي السعادة الحقيقية صراحة. بس قبل ما أنتقل معكم لأخبركم عن طريقة استعمال الليزر بالبيت، في روتين وهون بهمني تعرفوا كلكم. هيدا الروتين بيساعدني ولح يساعدكم إنكم كل فترة رمضان وكل فترة السنة تكونوا محافظين دايما على بشرة لينة رطبة، ما فيها شوائب، ما فيها بقع، ما فيها شيء. ضروري تعرفوا عن الروتين يلي أنا مبارحة عملته تهيئت جسمي للليزر. أول شيء إنه نقيت أو عم بتحمم بغسول للجسم بتركيبة مرطبة، والأهم من هيدا كله إنه الليفة منا هي الليفة العادية خصوصي قبل الليزر، الليفة هي الميلة الناعمة منها. بعمل جسمي بالشفرة بطريقة ناعمة وبنقي شفرة تكون كتير مدروسة لتحافظ لي على نعومة ورطوبة بشرتي. كتير محمسة خبركن عن هيدا المستحضر، خصوصي إنه بتقريبا 4 أسابيع حصلت على نتيجة كتير حلوة، وهلأ بآخر الفيديو رح فرجيكن جسمي على الميكروسكوب كرمال لتشوفوا انه عن جد ما بقى في بصله تحت الجلد وانه الشعره نقامت. نحن معودين نقول نحن عم نعمل ليزر، بس هي عمليا هي منا ليزر، هي بتعتمد على الاي بي ال، يعني شيء كثير سيف. نحن قبل ما نجي لنشتريها لنشوف، هن قايلين لنا انه في انواع بشرات ما بتزبط عليهم، يعني ما بتتعذبوا تشتروها لانه ما رح تشلكن الشعر. انا مثلا شعرتي سوداء وبشرتي بيضاء، فعلى العلبه محطوط انه انا بتزبط علي، في غير انواع بشرات ما بتزبط ابدا. اول شيء تندور هيدا الاي بي ال، نحن ما نكبس على هيدا الكبسه تنحسها انه دارت. هي في عندها 3 مستويات، مستوى لطيف جدا، لطيف وعادي. اللطيف جدا واللطيف هو للبشره الحساسه، اوكي؟ وهو ضروري نبلش فيهم اول 2 3 مرات نحن وعم نستعملها، من الافضل. مثلا انا هلا صرت 4 مرات بستعملها، اول 2 مرات كنت عم حط على اللطيف جدا، هلا صرت على اللطيف والعادي حسب المنطقه. الشغله الثانيه انه نحن هيدي المكنه ما بنفكر، هي بتفكر عنا، اوكي؟ ليه؟ لانه في عندها مثل سنسر، هيدا السنسر بس نحطه على البشره هو بيقدر يحدد لون البشرة كرمال ليعطينا قوة الطاقة المناسبة لإلنا. الحلو بهيدي الاي بي ال انه كتير سريعة، تخيلوا انه ب5 دقايق بعمل كل اجرة. من اول 4 ل12 اسبوع حسب انتم النتيجة اللي بتحصلوا عليها، فيكم تستعملوا الاي بي ال مرة بالاسبوع، اوكي؟ انا مثلا هلا هيدي 4 مرة كل اسبوع عم بعمل، بعد بحس حالي بعمل بعد 2 مرات، يعني بعد على اسبوعين مرة بمرة، وبعدين رح انتقل على مرحلة الصيانة لأنه بكون خلص يعني تخلصت من الشعر الزايد بجسمي. أنا شخصياً عم بعمل هيدي المنطقة من وجهي يلي هي الشوارب، وفي هو له راسين، أوكي؟ أنا لهيدي المنطقة بوجهي عم بستخدم هيدا الراس الثاني يلي بتخليني حدد أكثر المحل تما وسع. كتير مهم انه نكون عم نستعمل هيدي المنطقة من الوجه، ما نقرب على العيون، يعني فينا نسوالف الدقن، وفيكم كمان تكونوا عم تستخدموا الوجه الكبير كرمال لتحصلوا على يمكن منطقة أوسع لأنكم تتخلصوا من الشعر. الخطوة اللي بتجي من بعدها كتير مهمة هي انه نرطب بشرة جسمنا خصوصي مطرح اللي تعرضت للاي بي ال بالمرطب الخاص فيكم انتم بتنقوه، لأنه أهم شيء نضلنا محافظين على رطوبة البشرة تضلها لينة وحلوة. من أحلى القصص يلي ممكن تشوفوها بحياتكم، عن جد بحياتكم، انه تقطعوا مايكروسكوب على اجريكم يلي هي اكثر شيء بتكون الشعره سميكه، وتلاقوا بشرتكم بيضه ما في جذور
ما في بصلة شعر سوداء، وينهم؟ بعدني بس عاملة 3 جلسات. هولي هلأ رح أعمل الجلسة الرابعة، مفروض لما يطلعوا يهروا، يعني كون أنا عن جد خلصت من أكبر عدد ممكن من الشعر. شو حلو هيدا، يعني بفكرتها مثلا بشرة، شي بشرة لبيبي، بشرة بيضة 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 فيها أنجأ كم بصلة شعر. ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، وان شاء الله عن جد تكونوا استفدتوا من تجربتي يلي اعطيتكم اياها انا والاي بي ال، لانه عن جد دائما بهمني انه كل شيء انا بكون عم بحصل فيه على نتائج حلوه ومنيحه وبتفيدني كثير، بحب انه انتم كمان تكونوا عم تستفيدوا منها. وكمان بدي اذكركم بشغله، تذكروا السيريا اللي قلت لكم اياها باول فيديو عن الجيف اوي، عرفتوه؟ اوكي، فهيدا الشيء بهمني انه تكونوا عم بتتابعوا الفيديوهات يلي رح تنزل على ياسمينة، لانه بفيديو منهم رح يكون في جيف اواي احتفالا يعني ياسمينة وبراون عم يحتفلوا بمرور 100 سنه على براون. بدي اقول لكم هلا باي، بس قبل ما تنسوا تعملوا دايما لايك وشير للفيديو تبعي، وتعملوا سبسكرايب للشانل تبعي ولياسمينة، واهم شيء تعليقاتكم بخانه التعليقات، حيلا شيء بتحبوا تعرفوه عن هيدا الفيديو، عن غير فيديو، عن نصايح تانية. بدي اتمنى لكم اهم شي رمضان كريم، وانا على الاكيد بشوفكم فيديوهات جديدة. باي.